الصفقات بتتم حاليا، في منهم اللي تم وفي منهم اللي لسه هيتم، وفي منهم اللي احتمال واحتمال. برشلونة وريال مدريد بيتخانقوا على اللاعب ده، اللاعب المغربي نصير مزراوي لاعب اياكس. برشلونة وريال مدريد بيتخانقوا على اللاعب وعايزينه. عايز اعرف رايكم، اللاعب نصير مزراوي هيكون افيد لبرشلونة ولا افيد لريال مدريد؟ رسميا المهاجم الايراني سردار ازمون الى باير ليفركوزن بعقد لحد 2027. بالوتيلي اخيرا هيرجع منتخب ايطاليا. التقارير الصحفيه بتؤكد ان خلاص مانشيني هياخد بالوتيلي معاه في المنتخب، ودي حاجه كويسه جدا لبالوتيلي بعد غياب. في الدوري المصري نادي الاتحاد السكندري بيتعاقد مع ابراهيم حسن اللي جاي من بيراميدز على سبيل الاعاره لحد نهايه الموسم. وفي الدوري السعودي نادي الاتفاق السعودي بيعلن عن تعاقده مع يوسف نيكاتيه اللي جاي من الاتحاد في صفقه انتقال حر بعقد لحد سنه 2023. اخر صفقه وهي ديليخت، احتمال كبير ان ديليخت يروح تشيلسي. تشيلسي مهتمه جدا بالتعاقد معاه.